عندي عيش هذا تو نبيع ب 21 100، نهار العيد نهار الوقت نبيعه ب 14 100. عجبك خوذ ما عجبكش خير وحوك لي قلبي زيد يكمل ياكل لي قلبي، ما فهم حتى مشكل. ما نبيعوش الحم نبيعوه بحل، بحل زاد يمشي بحل يمشي يطرد الغنم بدمه، ربي يخلي له معون. والله اكر الشعب، اكر الشعب في الدول الام العربي الشعب التونسي. باري مشيت العريف ويجي منبري تتقاه صف اكثر من رحم. الدبوزه عنده وباش يضحي المرض صغاره ما عندوش. اوه كيلو لحم تاع 40000، اوه كيلو لحم ايش اخويا هزه ب 30، ايش ايش ذبحوك ب 30000 ايش. والله في 25 ذي والقسم في 25 كيلو لحم ذي تذبحوا تعيلوا فردوا في 25 كيلو لحم ذي طالب فيه 650، ايش نبيع فيه تو ب 11، اخر نهار ما نبيعه ب 15. قد ما ياكل هو قد ما يزيد نوكل العباد من بعد عليه. تو اخر نهار يطيح اخر نهار وش يقعد صايم ومن اليوم حتى الاخر ما مش نوكل وش نبيع سير الخيط ومات. ثواني هاني بالله وهاني بو صغيرات صدقي مش نذبح لهم على وجه ضريف هاو مش نذبح لهم. انت ما تضحيش عاد تضحي ربي سبحانه قال لك العرش والبرج وكسرت الكبريت ما خلكش انت هاو مش نذبح لهم هذيك الصغيرات شو نذبح لهم هذيك لا شيء. وش واحد مخنوق ويحب ياكل كيلو بقلاوه الاربعه نتاع لا شيء يحل الباب كم هكاك يطلع علوش نقول لك علوش علوش لا كنت انت عياني خليت المراه خليت الطفله والصغيرات ما يمشوش ياخذ ابو زمان يتعدى بالكهرباء كيما هناك يحل الباب على جنب ويطلع علوش. ايش جرد؟ مش عندي ما شد جرد هو كهرباء ولا لا كان 11. ايش متكيف انت هذا باك ودو خمس نجيب باش ايش عندي نجيب؟ يعني كي نروح نتكلم على المراه نقول السلام ما راش. رجلتها زوينه. هذايا كسر اثنين عنده عام العام هو يعرف العام فيه 360 يوم 65 يوم طالب فيه 11 100 واكل بمليون و80 هو. هو واكل ب 88 خاطر الماء اللي شرب وخاطر السروح نتاعي ويقولوا كيلو اللحم يطيح ب 40000 هو اقل من دجاج الحاكم نتاع كيلو اللحم نتاعه اقل من دجاج الحاكم اقل من دجاج الحاكم وعبيت تطيح هكاك اوه فما شيء ماذا ما شيء هو العلوش رخيص هذا منين علوش هذا؟ شيء من القصرين وشيء من المسير مرب ولاد غنم ولاد غنم ولاد غنم فلاح لا فلاح عندي بن عاجي ولاد غنم يقول لك غالي العلوش يطيح كيلو ب 40000 وين 40000 باهي خلينا ناخذوا فكره خلينا نعرفوا هوني الزوالي نجم يعيد ولا باهي وريني هذا اللي تحتك هذا قوم لي هذا نوضوا خلينا نشوفوا هذيك فطيم فطيم 400000 ياسر غاليه ماشي غالي هلا هذا مزويس ها هو خو سموني فيهم 11150 هزوز شوي عليه هذا مزوز ب 11150 شوي عليه ما بعتش 150 ما بعتش ما بيهوش هذاك الحم يلم 900000 يحب ياخذوا كيلو الحم 3000 كيفاش جت؟ الدجاجه تطلع لك تو ب 22000 تاعك والعلوش ولا 3000 ويقولوا سي قيس صعيد هاو السعر وكيلو ب 13 ب 14900 جيب لي شعير انت ب 23000 تو نبيعوا لك انا ب 14900 هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار شنو؟ العلف العلف يا خويا نخذوا باب 70000 اشكارت شيء اشكارت البوشيرات نخذوا باب 79 دينار برضه كنت خذيناه ب 25000 والله يا ضاي عمره عام ها ها بسنيه عمره عام هانو ثني احسب له كل نهار ياكل ب 3000 هذي قاش طالب فيه انت؟ طالب فيه 11100 ياكل هو ماكله بركه واكلهم مليون و80 خاطي المال يشرب وخاطي السروح ما السرحتو راهن غالي سامح هذا الماس اوكي للي عنده يشري حاجه باهي لحمه باهي خلينا في الزوالي اعطينا تاع 500 ولا 400 ولا 600 ايش فهم؟ هذاك 400 هذا 500 وشوي ها رصاص ارز حمل علوش هذا 700 قداش هذا؟ 700 من الاخ من الاخ ارز العلوش تقريبا 28 كيلو قداش يا غالي وين جتها الغالي؟ هو عبيت البر تشوك الحم يطيح ب 40000 وين ولا 40000 ما ثماش 40 والله لا ريتو ب 40000 الدجاجه كي تجي تقوم عند الدجاج ب 22000 وعلوش انا ب 3000 السردي ذا اللي وراك هذا السردي اللي وراك قد ايه طالب فيه؟ 700 680 سيب بيع برك بيع برك خلتك خلي العباد تاكل وين العباد ما ثماش العباد قال لك تو اخر نهار يطيح صحيح
اخر نهار ما جيت اخر نهار يجوا يهزوه. وين اللي لاحظته الفلاحه كلها تستنى في اخر نهار، قال لك بالليل العظيم اخر نهار ما نبيع بالسوق واخذ من الزوق. اني والله اخر نهار ليش نبيع فيه تو بحداش؟ اخر نهار ما نبيعه ب 15، قد ما ياكل هو قد ما يزيد نوكل العباد من بعد عليه. والله اخر نهار ما نبيعه دوب. التونسي مازال عندك عقليه دقيقه 90 قلت في اخر دقيقه. تو اخر نهار يطيح. اخر نهار مش يقعد صايم هو من اليوم حتى الاخر نهار مش نوكلوا جملا. صيم نخيط له معت. هذا ما لوجيك فما منطق. تو هم تو صدقني تلقاه المواطن تلقاه مني لا مع مرته تلقاه كاري باتو. ساعة مليون ونص عملها في عيد ميلادها ساعة مليون ونص. لا مش الكل سيب. موجود لا موجود موجود. وعلوش باش يغلوا في العام مرة لا واحنا الفلاح عام 12 نقصيو فيه. غالي قال لك غالي كيفاش جبت الغالي؟ وريني غالي كيفاش جبت؟ يغلوا في كورنو كلاس ب 25000 هو مرت كل كور والله خذيتها على جماعة كورنو كلاس بولات منه بولات منه ب 25 دينار. ما ناخذوش هذا بلاش. أنت ما تاخذوش. وهذاش وعلوش كيلو ب 22000 ما ياخذوش. وب 12000 ما ياخذوش. انت قبيليك حكيت الحكايه خلينا نحكيها كما هي، قلت لي يا صاحبي جاني شكون بالتليفون ويسمع زملائي ونص وقشر لي نحي لي 50 نحي لي 30. اي جاني بك قال لي بالتليفون غادي كاين قال لي العلوش اغلى من التليفون. خذوا تليفونك انت اغلى من العلوش هكا. يتكلم في تليفون بتاع زملائي ويسوم فيه في علوش ومن لابس 300000. هاو منه ماهوش كعبه نظيف هاو هاو ندوروش هاو ندوروش هاو. يهز فيه العلوش ما عندي ب 150 يبيع فيه ب 14 بر. هادي هادي ويشريو فيها يقشروا ويشريو والفلاح باش ينفعوا لي ها تو كيما هذا ها وما يتحملش من القاع. ربي يزيدني ربي يزيدني ربي يزيد باش نسرخ ناكل فيهم بالحلال. هو قال لي ما استفتحتش. لا ولا لسه فتحت هاني من الصباح نطيش لي سمج ولا لسه فتحت ولا لسه فتحت والله والقسم لسه فتحت مربوط ها في الدار هكا عاد هاو فلوس تو فلوس ما جاتش كي جات تو ها وين الفلوس وين؟ هاي فلوس بعت له واحد والله بعت له جحش كيما هكاك ها وين؟ متفاهمني وياه ب 11 ما ادري مالي ها هو متفاهمني وياه ب 11 خز معاه 80000 الساعة هز معاه 80 دينار هو واكل مليون و80 مصور ايه ايش اقسم معايا؟ ايش اقسم معايا؟ ايش اقسم معايا؟ ايش؟ اسمع كل واحد يخدم ربي يجيب له القسم، كل واحد يخدم على روحه بحلاله، لا سرق لا اختف ربي يجيب القسم، اما زاد الراعي المواطن زاد، المواطن زاد يحليله زاد. اخويا غالي ما فيها شيء. 700 لحظه لا زياد زياد، هاو باي وجاري وتحوم عندي الاغلب ما عنديش. اخويا نعطيه ناجه وعشر، ناجه وعشر ويربيها كي تول وكي تجيب صغيراتها وتوصلهم للعيد ويقيدونهم في الكراس. من بعد كي يقابلوا العلوش بمليون ناخذوا معاه، لا شي حاجه. يقيدوا في كل راسه كل نهار رسمي 3000 5000 يقيد ويجي ايام العيد يبيع. يعني ليش زادونا في اللايك واللايك وزادوا فيه ايام رمضان نهار العيد زادوه والقسم كان زادوا فيه ليتر رمضان ليتر نص ولي 27 نخلي نعشى في الدار كل ما نذبح الكل نذبح حتى عشا نذبح. يقول حتى شكرت بوشونيت معناتها شكرت ب 79000 ب 79 دينار معناها اني رابط العلوش وتهبط علي سقطه من فوق ما غادي 37000 فيها ما عندهاش برشا عامين 3 سنين التالي. لا باس اصاحبي اش كانت الشهيد ب 27 ب 70000 هذا ما نحكيوش على 10 واني رابط العلوش ومن بعد يطلع لي سي قيس صايد يقول الكيلو ب 14900 يا خويا اجا اعلف معايا وعس معايا وتفضل تو نبيعو ب 14500 كان يخلص ما يخلصش ما يخلصش صحيح المواطن فارغ والفلاح زادك لا العصا زيد سامحني خلينا نعمل لي حسابيه صغيره اغلب الشهاري تاع المواطنين معناتها باش ما نقولوش الكل ديما تتراوح بين 700 لين توصل 900 نحن نقولوا ياخذ 900 شهري 900 نحي منها انت كري وماء وضوء وقرايه صغار ما هو ربي قاعد باش ياخذ ما هو ربي سبحانه قال لك يضحي لمن استطاع بس قد قادر باش يضحي يضحي مش قادر مش قادر صحيح مش صحيح مش وانت مخنوق وتحب تخو علوش الويه ما عندكش ما عندكش الويه هاوني فلاح صدقني مش يذبح مش يذبح فتيم هاوني هاني فلاح هاني بو صغيرات صدقني مش نذبح لهم علوش ظريف هاو مش نذبح لهم هاي وانت انت ما تضحيش عاد ضحي ربي سبحانه قال لك العرش والبرج مكسرت القرني ما قالكش انت قال العرش والبرج مكسرت القرني مش قال انت واذكر العلوش من 6 شهور وتيمش والماس من هاو شو تبع لهم هذيك صغيرة شو تبع لهم هذيك؟ لا شيء وش واحد مخنوق ويحب ياكل كيلو بقلاوة ايش بدلي هذا؟ اتفضل
قديش تلف فيها؟ 6.5. من الاخر خليه يشري وي. خليه يشري تفضل، سومي على الروح. ها 600 هز. ومسلم زاد لا تخلص لما ما خلص مكس بر هز على الروح. هز بر. هز وبر. ما يحبش يشري. وتعطي معاه شويه علفه ولا شويه قر. نعطيه شويه علفه. هاتوا نتعدى نذبح له وين عاد ونطي ونشوي له وين ونم بعد نغسل له فمه بالدون دوبريس. اي توسري توسري رحمه اش فيه؟ رحمه كيف ما عندوش. ما فيها باسك تذبح له انت. هادي والله اكر الشعب اكر الشعب في الامة العربي الشعب التونسي. والله اكر الشعب الشعب التونسي. باري مشيت العريف ويمشي منبري تتلقاه صف اكثر من رحمه. الدبوزه عندهم وباش يضحي مرته صغار ما عندوش. اوه كيلو لحم تاع ب 40000. اوه كيلو لحم. ايش اخويا هزوا ب 30 ايش. ايش يذبحوك ب 30000 ايش؟ ايش هز وذبحوا تو ب 30000 في 25 كيلو فيه نظيف. والله فيه 25 نظيف. والقسم فيه 25 كيلو لحم نظيف تذبحوا تحيلوا فردوا فيه 25 كيلو لحم نظيف. طالب فيه 650. قداش يطيح كيلو؟ 25 كيلو لحم يطلب 900000 ولا 960 دينار. لكن حسبوها كيلو اللحم نتاعو في 8 9. ريش الخشينة غير. الخشين كلكم يتيح كيلو ماكم اقل من 10000 اقل من 10000 والعباد البر هو كيلو لحم ب 40000 وينو ال 40000 فسر لي عندكش لحم ب 40000 عندكش تعلوش كيلو ب 40000 وين هو؟ ما ضمش هي دجاجه توك تذبح ب 22000 دجاجه عربي جبتها حق ب 22000 انت سخانه تعبتك وجهك زرهق لطف عليك وعاد شتك ما العباد يا ولدي ما العباد ولمسين ماشي نرى كيما هكا بالزويل تعدى واحد بالكهرباء خليت بنتي بعد الزويل تعدى واحد بالصفيط كيما هكا يحل الباب ويطلع علوش يا رسول الله هاي هاو بالنهار وغير هذي الاربعه نتاع العشية يحل الباب كيما هكا يطلع علوش نقول لك علوش علوش نتاعك انت نتاعي انا خليت المراه خليت الطفله وصغيرات ما يمشيوش ناخذ ابو زمان يتعدى بالكهرباء كيما هكا يحل الباب على جنب ويطلع علوش اي شديت جرت مش عندي ما شديت جرت هو كهرباء ولا لا كان 11 ايش حديث تجيب؟ متكيف ثلاثة باك ودو خمس نجيب باش ايش عندي نجيب؟ يعني كي نروح نتكلم على المرأة نقول لها السلامة السما راش. وزرت الزوين هذا. ايش بيك يا صاحبي؟ معناتها اللطفة لو خي ضربوك في علي ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ادحيهم الرب. يا شوف عنده واحد جيعان ما يسالش باركول. كانوا جيعان ما عندوش غاليك. وكانوا شبعان. كانوا شبعان يا شوف ان شاء الله. لا يداوي لا الطبيب ولا الرب. هكاك. يا دي خليها كيك علوش بجاه ربي يقول لي مازال سني نحليه يقول لك كيلو يطيح ب 40000 تي وينو ال 40000 وينو ال 40000 فوق ال 50 كيلو ب 40000 كيلو يطيح هات اخويا مليون وبر هزو احسب انت 50 كيلو مليون على 50 قداش يطلع؟ فما اشتر وين اقل معناها حتى من كيلو لحم لحم ياخذوا بعده 30000 هون بتوزع 12 هذيك وقسمت بالله امشي معايا البطوار في الليل امشي معايا ندخلك انا ندخلك هاي البطوار انا ندخلك لازم البطوار في الليل ريش الساعه اللي مناسبات ل 27 ولي النص ولي العيد ندخلك البطوار كي تلقى ناجب سناها يجي يهز علوش بلاش تلقى ناجب سناها مش بسناها يجي يهز علوش بلاش تلقى كيما انك رطبه ومن بعد يحط وبعد يقول لك والله اذكر وهي انثى يمشي يروح لك ليه وياك نبدي ما قد فيك اللحم اوه ما بنوا اوه ما فحوا وهي ناش برا كون قدام الناس نرجع للصندي قال لك الناس كل ما تجي كان ليله العيد مرحبا مرحبا بهم باش ياخذوا علوش تاع مليون ياخذوه ب 400 و500 تاع مليون عندي عايش هذا يطمن بيه في 11100 نهار العيد نهار الوقت نبيعوا ب 14100 عجبك خوذ ما عجبكش خلي يروح هو كل لي قلبي زيد يكمل ياكل لي قلبي ما فهم حتى مشكل ما نبيعوش الحم نبيعو فحل فحل زاد يمشي فحل يمشي يطرد الغنم بدمه ربي يخلي له معونه